كلنا على يقين ان المحكمه غتصفنا، وكيف ما كان القرار اذا كان في صالحنا سنصفق له، اذا لم يكن في صالحنا سنمارس بشكل طرفان. الاساسي نحن نحترم العداله وكنحترموا وبين المحكمه نحن امام حقوق الطفل. راه الطفل رضيع تحرم على الفطام الاجباري، المراه مسكينه دابا راه مريضه، ما قال كيفاش غترد على الابن ديالها؟ الابنه ديالها كتصيح كتغوت وامه وعداله. تقدمنا صبيحه هذا اليوم على الساعه 9 بطلب ثاني لصلاح مؤقت وطلب جديد، بعدما تم رفض الطلب الاول يوم الجمعه تقدمنا بطلب ثاني، والماده تقدمنا به في اطار الماده 180 من قانون المسطره الجنائيه التي تنص على انه يمكن للطرف ان يقدم طلب التحقيق، طلب الصلاح المؤقت في اي وقت وحين. واستنى على مبررات دوليه، الاعلان العالمي لحقوق الانسان، العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه، الفصل 23 من الدستور المغربي، الفصل 119 من الدستور المغربي، الماده 1 من قانون المسطره الجنائيه. هذه مقتضيات دستوريه ودوليه تؤكد قرينه البراءه، وتؤكد ان الاصل هو الحريه، وان الاعتقال مجرد استثناء. وسنة في الاعتبارات القانونيه والدستوريه والدوليه كاين هناك اعتبارات اجتماعيه، الامر يتعلق بامراه لها مرضعه ذات 7 شهور او 8 شهور. واكدنا للمحكمه اننا نحن امام ملف في عمقه ملف اجتماعي اسري، ما كفيش الريحه الجنائي للاسف. واكدنا للمحكمه ان الشكايه مختلقه كيديه، ليس الا تهدف فقط الى اقبار ملف ديال ثبوت النسب. واكدنا للمحكمه ان دعوى ثبوت النسب رفعت في شهر 9، اليوم 4 أو 5 شهور، والاجتهاد القضائي لا المحاكم موضوع لا محكمه النقد كتقول حينما نكون امام زواج وامام علاقه بين شخصين في تحت سقف واحد يتعاشران معاشره الازواج، يكتري لها شقه، يؤدي واجبات الكلاء، يؤدي واجب نفقه، تمخض عن ذلك الولاده طفله، هذه كلها تبين اننا نحن امام زواج، وحينما كيتبت الزواج تصبح جريمه الخيانه الزوجيه كان لم تكن. وفيما يتعلق بالتشهير اكدنا للمحكمه موكلتنا لم تشهر بالمعني بالامر او المعنيه، موكلتنا مارست حقها، قالت لهم الا ما درتوش معايا حل غندعيكم امام المحكمه. والتهديد بالمطالبه القضائيه ليس تهديد. فيما يتعلق بنشر الصور، موكله ديالنا ما نشرت حتى صوره، من نشر الصور هو الطرف الاخر. واكدنا للمحكمه نترافع في هذا الملف ضد زميل اقرارا بحقه في الدفاع كحق دستوري ودولي. احنا كمحامين نطالب بالاحتكار المهنه، ولكن كيف تطالب باحتكار المهنه وبعض الاطراف ما كتبغيش تنوب ضد المحامين او ضد القضاة او غير؟ تناكدوا كما اكدني السيد ناقد الهيئه البيضاء، حق الدفاع حق دستوري، وكما كاين في القضاء تنتكلموا على القاضي الطبيعي، راه اي مواطن يجب ان يكون عنده محامي. وتبع هذا الدفاع في الاخلاقيات المهنيه، احنا ما دنسنا بدله، ما شهرنا بالناس، احنا نمارس حقنا بالدفاع بكل مسؤوليه وضمير. المحكمه قدمنا طلب صلاح مؤقت، فريق الدفاع قدم طلب صلاح مؤقت، المحكمه قررت التامل فيه في اخر الجلسه، ننتظر التامل. وكلنا على يقين ان المحكمه غتصفنا، وكيف ما كان القرار اذا كان في صالحنا سنصفق له، اذا لم يكن في صالحنا سنمارس بشكل طرفان. الاساسي نحن نحترم العداله وكنحترموا وبين المحكمه نحن امام حقوق الطفل. راه الطفل رضيع تحرم على الفطام الاجباري، المراه مسكينه دابا راه مريضه، ما قال كيفاش غترد على الابن ديالها؟ الابنه ديالها كتصيح كتغوت وامه وعداله. هادشي حشومه وعار حشومه. احنا لا معنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.